أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ضلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. آمنت بالله صدق الله العظيم. يا حبيبي يا رب اغفر ذنوبنا. يا حبيبي هذه الليلة الجمعة والساعة ساعة استجابة، وجمعنا الله على غير حول منا ولا قوة. فنسألك اللهم الذي جمعتنا على غير حول منا ولا قوة على طاعتك في هذا البيت المبارك، اجمعنا هكذا يوم القيامة مع الحبيب في جنتك. يا رب شوف فينا الليلة واحد شوف اللي عمره ما تصفى علينا. اللهم ارحم آباءنا وأجدادنا وأسلافنا، لا يعذبش واحد من أمة حبيب رسول الله. اللهم لا تميت مسلما حتى تتوب عليه. الله يشافي مرضى المسلمين. الله يفرج كرب المكروبين. الله يقضي حوائج المحتاجين. الله ينصر الإسلام والمسلمين. عليك بأعدائك أعداء الدين. الحاج اللهم نور قبره واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم يا مولانا ارفع درجاته في عليه واحشره مع سيد المرسلين في جناتك جنات الفردوس يا رب العالمين. الله يعظم الأجر لوليداته. الله يجعل مولانا احنا يثبتنا. الله يختم لنا بالإيمان في هذه الأيام الصعبة. وصل الله على حبيب. لماذا الصعبة؟ لأن السي محمد ببودك يقول لك الله يجزك بخير، اذكر لنا حديث دعاة على أبواب جهنم، وهو حديث يتفق تماما مع واقع اليوم. وأما هذا الرجل الذي يروي الحديث فلكل صحابي ميزة تميزه عن أصحابه. وأما ميزة هذا الرجل واسمه حذيفة بن اليمان أنه يسمى في جماعة الصحب أمين سر رسول الله. وحينما يسمع الناس أمين السر فيسأل الناس هل كان للنبي من سر فاستودعه رجل دون الآخرين، فما هو هذا السر؟ وهل في الدين من سر حتى يكتمه؟ والله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا سمعت أمين سر رسول الله فليذهب فكرك مباشرة إلى أن قضية السر لا يتعلق بأمور الدين أبدا،
لا في العقائد ولا في الأخلاق ولا في العبادات ولا في الشرائع، فالقرآن أنزله الله وتكفل الله بحفظه هو وسنة رسول الله. فمعنى أمين سر رسول الله أن هنالك أسرار تتعلق بأمور لا يمكن أن يفشي النبي بها إلى كل الناس. ومن أخطر هذه الأسرار هي الفتن. الفتن، أعلم الناس بالفتن هو سيدنا حذيفة. الله أكبر. قال حذيفة: صلى بنا رسول الله صلاة الظهر فسلم، وصعد إلى المنبر فخطبنا إلى أذان العصر، أطول خطبة. فنزل النبي من على منبره فصلى بنا العصر، فصعد على منبره فخطبنا رسول الله إلى غاية أذان المغرب، فنزل فصلى بنا المغرب وأسرع صاعدا المنبر فخطبنا إلى العشاء، فلما أذن لصلاة العشاء نزل فصلى بنا العشاء، فلم يترك شاردة ولا واردة تقع للأمة في مستقبلها إلا وخرق الله لنبي حجب الغيب فأخبرنا بها، وكان أعلمنا أحفظنا، كان أعلمنا أحفظنا. وكان من جملة الأسرار التي اختص المختار الحبيب بها حذيفة، اسمه يا كارك بتعرفه، يقولوا لي أيوة رحمه، أسماء المنافقين. فقد أعطاه 300 اسم يعيشون بين الصحابة عند الله يموتون على النفاق وهم في الدرك الأسفل من النار، هو الوحيد الذي يعرفه. وكان عمر لشدة خوف أن يكون ضمن اللائحة، عمر وما أدرك ما عمر، يأتي إلى سيدنا حذيفة ويقول: ناشدتك الله يا حذيفة، أيوجد اسمي ضمن لائحة المنافقين؟ فيعرض عنه ولا يريد الجواب حفظا لسر المختار. صلوا على الحبيب، صلوا على حبيب رسول الله. فلما أكثر عليه ناشده في الثالثة فقال له جوابا يعجب المرء من شدة حرصه على أسرار النبي، كيف أجابه بحكمة قائلا: لا أبرئ أحدا بعدك. شوف ما جابوش ليش، ولكن افهمها عمر، قضية خطيرة، أنا لا أبرئ أحدا بعدك. ولذلك سيدنا عمر من تلقى قال له: يا حذيفة. قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: أخبرني بالفتنة التي تموج موج البحر. قال له: يا رسول، يا أمير، رسول الله يخبرنا في الحديث الصحيح في الصحيحين أن فتنة الرجل في ماله وولده. قال: لا، أخبرني عن الفتنة التي تموج في الأمة موج البحر. تهيج. قال: ما لك وما لها يا أمير المؤمنين؟ لن تدركها، أنت لن تدركها ما دمت حيا، فأنت صاد لكل فتنة في الأمة. قال: أخبرني. قلت لك. قال: يا أمير المؤمنين، بين الفتنة وبينك وبين الأمة باب. باب. فقال عمر: أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. لكي تفتح يولي تبلع، لكن الأمة كي تبدأ فيها السيف ويقتل عثمان لا يرفع السيف منها كما قال إلى يوم القيامة، يكسر. قال عمر بفقهه، قال: إذا لا تغلق أبدا. سيدنا عمر لم يسأل من هو هذا الباب. فلما خرج حذيفة جرى وراءه الصحب فقال: من الباب؟ قال: صاحبكم. صاحب، خلونا فراكين، صاحبه عمر هو الباب. حينما يقتل معناه يكسر، مش يموت، يقتل يكسر. فستدخل إلى الأمة فتن كبيرة. هذا الرجل أمين سر رسول الله،
حذيفة بن اليمان مواقفه جليلة جريئة عظيمة. تعرفوا الموقف العظيم ديالو في الإسلام؟ واسمو أعظم موقف ديالو واسمو في الإسلام؟ واسمو أعظم موقف ديالو؟ أنت ما قلتوا لي تكلمنا على الحديث ديالو. يلا، ما هو أعظم موقف أنت إن شاء الله تبارك وتعالى؟ إيوا قولوا. أه ها ماشي عاد الأحزاب، أحزاب هو خروج وهو مشى، لكن أعظم ما قدمه من خدمة للأمة أنه على عهد عمر كان في جيش نهاوان في فارس، وكان الأمير النعمان بن مقرن، وبعده نعيم بن مقرن، وإذ استشهد أخوه النعيم كان حذيفة هو الأمير، فلاحظ أمرا في الأمصار. ما هو؟ أن سيدنا أبا بكر لما جمع القرآن خرج الصحب إلى الأمصار، فكان كل صحابي في مصر من الأمصار عنده تلامذة يقرئهم القرآن بالقراءة التي سمعها من رسول الله، فيلتقي تلميذ أبي موسى مع تلميذ ابن عباس ومع تلميذ ابن مسعود، كل يقرأها حسب القراءة التي سمعها الصحابة، ووقع خلاف وكادوا يصطدمون، فترك بلاد فارس وركض على متن فرسه على جواده، صهوة جواده، فجاء إلى المدينة فقال: يا عمر أدرك أمة رسول الله، أدركها من الاختلاف قبل أن تختلف كما اختلفت اليهود والنصارى. قال: ما وراك؟ قال: اجمع الآن القرآن على لغة قريش. فأصحاب النبي توزعوا في الأمصار، وكان لكل منهم مدرسة يقرأ التلامذة القرآن على حسب القراءة، والقرآن أنزل على 7 أحرف، فكان لا بد من إنشاء لجنة جديدة تنشأ خصيصا لجمع القرآن على لسان واحد، لسان قريش الذي تعود إليه لغة العرب، ولأن النبي قرشي وقريش لغتها العربية القحة، فجمعها تحت الرئيس الذكي الحكيم الجليل الذي ندين له إذا قرأنا القرآن. زيد شكون هو؟ وقولوا لي. الله يعطيكم الخير. الأول والثاني، اللجنة الأولى في عهد سيدنا أبو بكر هو نفسه رئيس اللجنة. شكون؟ إيوا. أمينتي. زيد بن ثابت. زيد بن ثابت. فجمع القرآن على حرف قريش وقراءته، ثم نسخ عثمان رضي الله عنه المصحف العثماني، وكرر نسخ 7 نسخ، أرسل إلى كل مصر نسخة من القرآن جمعت على حرف قريش، وقام إلى مصاحف الصحابة الآخرين فأحرق مصحف سيدنا ابن مسعود حتى تجتمع الأمة على. وهذا من أعظم ما قام به حذيفة، لأنه كان يعرف الفتنة، الفتن غير تنوض ينوضها في الساعة. ولذلك قال في الحديث اللي قال سيدنا محمد: كان أصحاب رسول الله يسألون النبي عن الخير، ما هو العمل الذي يدخل الجنة، ما هو، وأنا على غير طريقهم كنت أسأله عن الشر، وما يسقسوا دائما على الخير، وأنا أنا ما كنت أسقسي على الشر. علاش؟ مخافة أن يدركني، لأن اللي يبغي يجتنب الشر وما يعرفش باللي هذا الشر، هيستطيع أن يجتنب شيئا لا يعرف ما إذا كان ينفع ويضر؟ الولد الصغير من يشوف الخيط بتاع الضوء وما عارف اللي هذا الخيط بتاع الضوء فيه الضوء، يمشي عنده ولا يمشي؟ يمشي عنده، لأنه ما عارف اللي غادي يضربه الضوء. فأنت إذا أردت أن تجتنب حفرة في الطريق عليك أن تعرف مكانها وفين جاية. واليوم راهم كيديروا بلاكات الحمد لله، هذه فيراج، هذه كذا، هذه منا، باش تمشى في الطريق على نور حتى لا تسقط في مطبات الطريق. فأيضا من يريد أن يجتنب الشر فعلي أن يعرف الشر. قولي واسمه هو الشر؟ الشر واحد العادات درك سالي واحد سجل الله يخليك، ما هو الشر؟ وهل خلق الله الشر؟ ولماذا خلق الشر؟ وهو شي شي فلسفة وهذا الشيء الناس لا ياكل. وسيد ربي لا ينسب، هو خلق الشر ولا ينسب له الشر. ربك يقول دائما في القرآن:
زين في سورة الجن، ايش كيف سيدي الرسول؟ وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الرشد يريده الله، أما الشر لا يريده الله، لكن هو الذي خلقه. والشر المحض لا يوجد في الدنيا، والخير المحض لا يوجد في الدنيا. هناك خير متلبس ببعض الشر، وهنالك شر يتلبس به بعض الخير. أما الخير المحض في الجنة والشر المحض في النار. ولماذا خلق الله الخير والشر ولا ننسب الشر إلى الله؟ تأدبا مع الله. يقول عليه الصلاة والسلام: الخير بين يديك والشر ليس إليك. تمام. وعلاش كاين الشر؟ علاش كاين المرض؟ علاش كاين المرض؟ قلتي لا كيما تقراوا سيادنا سورة العنكبوت ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلم. لو كان ما يكونش الامتحان غير تعرف المؤمن والآخر، لو كان ما كانش الابتلاءات نتاع حد سورة العرب الربيع العربي غادي نعرفوا بها إلا هذاك شيخ العسكر الذي يبيع الأمة وتلك العمامة التي تخون الأمة وذلك الذي يخطب في بيت الله حرام يمهد لليهود عرضا. الحرمين شكون هو لا شيء على السمية، احنا كنقولوا شكون اللي خلانا نعرفوا شكون؟ الابتلاء الاختبار. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اذا علاش كاين المرض؟ علاش كاين الشر؟ علاش كاين السراق؟ علاش كاين الخاين؟ علاش كاين اللي ما يوفيش العهد؟ علاش كاين اللي ياكل الرشوه؟ علاش كاين اللي يشرب الخمر؟ علاش؟ يقولوا علاش؟ علاش كاين هالشر؟ هل امر الله الناس بالشر؟ ان الله لا يامر بالفحشاء. وعلاش كاين ذاك الشر؟ علاش؟ يقولوا لا، لان لو ما كان ما يكونش المرض، المرض هو الشر لكن هو خير للناس. علاش؟ ما تكونش مختبرات نتاع البحث ديال الدواء، وما يكونوش الفارماسيانات، وما يكونوش الطب، شر صغير. ولكن يتفرع عنه خيرات كثيرة. لو كان ما المرض واش الناس دير البحوث والناس يقولوا كورونا 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 خصنا المختبرات خصنا. ما هو كورونا ولماذا لعب الإنسان في جيناته ولماذا غيروا هندسته الوراثية وما الذي كان يريدون أن يفعلوا وما المقصود وما خلفيتهم وما يريدون للبشرية وما الذي يريدونه للمسلمين في هذا الزمن حتى يقيموا دولة إسرائيل الكبرى بتسليمها أرض الحرمين و و و و و و و لكن المسلمين ما يقراوش. إذن واسم هو جل تبارك وتعالى علاش دار ربي الشر؟ علاش ذاك الشر الصغير واسم هو؟ علاش؟ أولا لتستفيد أنت ولتتعظ ثانيا ولتجتنبه ثالثا. زيد وحينما ترى مصارع الأشرار شحال هو خدام في الإدارة ومتكبر ومجبر كيخرج وقال لي جيت في العلي في القوى بكري كان ما يدخلش عليه واحد باش تشوف أنت واش إذا كنت تخدم في الإدارة تكون تتقي الله وتخدم الناس. أن تستفيد من غيرك فالمستعيد من اتعظ بغيرك. إذا الشر واسمه هو الشر يديروا سيدي ربي باش تتعظ وباش واسم أخر باش تحرك الأمة لاجتناب الشر. ما معناها تحرك؟ تبحث والحلول، لأن ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء علمه الناس أم جهلوه. ايش واش انتم تبحثوا ولا تبقوا نعسين؟ المسلمين هما اللي كانوا يقودون الحركة الفكرية التي أوجدت الحلول لكل الأزمات النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وعلماؤنا حاولوا أن يثيروا عليهم ويهيلوا التراب حتى لا ترتبط الأمة بتاريخها أبدا أبدا، وينهزموا نفسيا، وإذا انهزموا نفسيا فهي بداية الهزيمة الكبرى. إيش كيقول هسي؟ كان أصحاب النبي صلوا على الحبيب يسألون الناس عن الخير، ولكن هو شوف هذا المال وكنت أسأل عن الشر. علاش يا سيدي؟ يا سبحان الله مخافة أن يدرك يعني ولا دركت هذاك الشر كي غادي ندير؟ خصني نسقسي النبي، ولو كان يدركني ذاك الشيء كي غادي ندير؟ لطيفة 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 كي غادي ندير؟ واحد العدد تاع يسقسني الفتن بزاف أو العلماء باعوا الماتش أو هذاك دار كذا كي غادي ندير؟ كي غادي ندير؟ واحد العالم وراوه جاب ذاك الظاهري اللي كان في الأردن فجاء بكل الكتب وجاب صورها وأحرقها. شوف
من يحرق الكتب نتاع العلماء نتاع البخاري، واش بس بغى يقول للناس هذا في استاذ فشل بعد في الامتحان صاف نتاع عالم، كيقول سيدي ربي سبحانه وتعالى في القران وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، افان ماتوا انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر شرك، ضر غير راسك، خصك تثبت في اخر الزمان، خصك تثبت، خصك تكون متفائل، وترى انه ينبغي ان يكون موقفك منحازا الى الحق، وان الحق منصور، وان الشر والباطل مدحور، لان الذي ينصر الحق هو الله مخافه ان يدركني. تعرفوا احبابي كون نسقسيكم نقول لكم على السيد النبي صلى الله عليه وسلم، خبرنا على شي حوايج جايين وما عاشهمش هو، وخبرنا على هذا الشر اللي جاي، علاش؟ نقولوا لي علاش؟ شو اعطيوني واحد خمسه تاع زعما الاسباب اللي سيدي النبي بقى يخبرنا، حظي وهذه وحظي وهذه وغادي تكون هذه وغادي تكون هذه وعندكم من هذه وراهو الا شفتوا هذه خصكم ديروا هذه. ها علاش زعما؟ علاش يقول لك؟ علاش يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما من امتي؟ غادي تشوفوا صنفان رجال تكلم على الاستبداد السياسي مقرون بالفساد الاجتماعي، صنفان من اهل النار لم ارهما من امتي، صنف هم رجال معهم صوت واصوات كاذناب البقر يضربون بها الناس، يعذبون الناس في السجون، العلماء في ارض الحرمين في مصر يقتلونهم، ثم هنالك نساء كاسيات عاريات، هذا اللي عندنا في الامه، مائلات مميلات مميلات لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها، هذا سيدنا يخبرنا، يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في علامة الساعة يقول لك الحفاة العراة يتطاولون في البنيان، خبرنا النبي صلى الله عليه وسلم على أمور كثيرة جدا، قد يكثر العقوق ويرتفع العلم وتقطع الرحم ويكون واسمه يكون عقوق الوالدين حتى شفلان ولد الدم ولد العجزة في وجدان شفلان إما، إذا هذا الشيء كل شيء كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، علاش؟ قولوا لي علاش؟ الأولى علاش؟ يقول اولا لتزداد ارتباطا برسول الله، سيدنا النبي كما كان مع الصحابه باقي معاك يخبرك على حوايج ما شافوهاش وغادي تشوف انت، فتزداد اتصالا برسول الله. ثانيا زين، ثانيا ما قالكش داك الشيء وخلاك هكا، اعطاك الحلول، يعني بحال النبي صلى الله عليه وسلم واخا مات امت رحمته بها كانه يعطيك سراجا ينير لك الدروب في ظلمات الفتن، يقول لك فوت منا، هل فتنه فوت لها هاك، هل فتنه فوت لها هاك، سيراك. ثالثا لتزداد محبه لرسول، رابعا لتعرف الشرور القادمه، خامسا لتجتنبها، سادسا لتعمل مع جماعه من المؤمنين للتحذير منها وتبيانها، فكم من انسان من الامه الان يعيش تلك الشرور التي ذكرها النبي، وليس في الامه من يقول اخلط اشرك اشرك الدين، هذه راه خبرنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. واش راك واش النبي ملي كيقول الخلوه حرام ويجيب المسلم الدين باللحيه بنته تقرا في البكالوريا ويجيب لها الاستاذ يبلي عليهم الباب ويقريها الرياضيات؟ يسال غير ما واخا تقول له اللي تقول له صح، بغاها تصب بغاها تولي طبيبه، تولي طبيبه لا راه يتقطع من الداخل ويجيب الدين. دخلت على شي ناس صحابي الى مسؤولين مزيانين دخلوا عليهم وليداتهم الصغار وهما يهضروا الفرنسي، بونجور قلت له داير معايا الجلسه بالقران الكريم وولدك انت على الصغر تقريه، ما قريتوش العربيه ام اللغات وهي طريق ابنائك للقران، وعلى صغر عجمت لهم اللسان لقطع صلتهم بالقران، والفرنسيس اللغه المتخلفه كاتر فانديس، عمرو شفتي شنو لغه كتقول كاتر فانديس، 90 هي 4 نتاع 80 و10 تعقان شو وداي، قلت له ما سواش ولكن لا يسمعون، هو باغي باغي يقرر من الصغر، قال لك لان العربيه قال لك ما توكلش الخبز، واخا العربيه ما توكلش الخبز في هالايامات، والفرنسيس غادي توكل لك الخبز 60 عام 70 عام 100 عام وتروح ما تصلي ما تعرف ربي، عمره ما قريت القران، ايش من حياه هذه؟ كيف كنت تحسبوها يا مسلم؟ انا ما كنتكلمش مع الناس اللي شويه بعاد، انا اتكلم مع من يحمل مشروع هذا الدين، انا مع الملتزمين، هالشيء اللي كان مع الملتزمين اللي كيقراوا القران، والله ان الامر لا غريب، صدقت يا حذيفه
كنت تسأل الناس عن الشر مخافة أن يدركك، وقد غرقنا فيه ولم ندركه فقط، ولولا حديثك ما عشنا هذه الليلة معه. فنحن ننظر بمنظار السراج النبوي الذي يكشف لنا هذه الظلمات. قال عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي عن سيدنا أبي موسى الأشعري: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا مؤمنا ويصبح كافرا. شوفوا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. الله أكبر، الله أكبر. فقال يا رسول الله، شو الأسئلة كي دارت على الصحابة، شو الحكمة، شو السر؟ يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، كنا في جاهلية قبل ما يجي الإسلام، فجاءنا الله بك وبهذا الخير، فهل من بعد هذا الخير من شر؟ واش من بعد البعثة تاع النبي زعما زاد خير، زعما الحمد لله بعد الشر، واش غادي يكون شي شر مرة من الخير تاع الصحابة؟ خير الأجيال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، والذين يلونهم، يعني تقريبا القرون الثلاثة المفضلة. قالوا نعم، كان شر مرها الخير، ما استقصاش على ذاك الشر. قالوا وهل من وراء ذلك الشر من خير؟ يقول لي من الخير ولا؟ قال نعم، وفيه دخل الخير الدزام، فيه دخل. قال وما دخله؟ قال أقوام يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. هذه من وفوش عندها بزاف على حقاش، غادي نطول. يهدون بغير هدي تعرف منهم وتكفر، يتبعون هدي النصارى وهدي اليهود ويتكلمون قال الله قال رسول الله، كما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: شكلهم وظاهرهم شكون؟ العبايا والجلابة وكذا، وقلوبهم أشد سوادا والعياذ بالله من قلوب العاجل. قالوا وهل من بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، اللي قالها السي محمد، ايوا هو اللي راه يدور عليها السي محمد. قال أبواب دعاة على أبواب جهنم، دعاة، لكن دعاة فين واقفين؟ على أبواب جهنم. من أجابهم في دعوتهم، أجاب دعوتهم، قذفوه في النار. يعني واقف على باب ديال جهنم يقول أحبابي أجيد حبيبي راه كاين تسخن، زيد حبيبي تسخن، راه السخانة نتاع جهنم في البرودات في العبو زلوم، زيد حبيبي زيد حبيبي. دارها باش دارها بالإعلام، زيد والإنترنت، تيجي هكذا يدير لك الشعر هكذا ويقول لك الشعر جذاب وبالعذاب، يبيع لك السيارة باش يبيعها بالمرأة عريانة ومعها الآخر، كل حاجة يدعوك إلى جهنم بتزيين الفاحشة. زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هما دعاة، تعرف شكون اللي الداعية؟ شكون هو الداعية؟ شكون هو الداعية؟ يقول شكون هو الداعية؟ الذي يدعوك، لكن اللي يعطيك السيف واسمه كسر، تقول هذه الدعوة، تقول اسمه بالفرنسي لانفيتاسيون، اللي يعطيك لانفيتاسيون، كي داير لانفيتاسيون اللي يسير كي داير؟ مزوقة ومعدلة وكذا، عبد القادر وحرمه يدعوانك إلى حفلة الزفاف باش بمجمع الحكيمة عيروط بزنقة مثلا الورود، ويوري لك ويدير لك واحد العروسة وكذا وكذا وكذا، ويدوك تما ويجيب لك هذا وكذا وكذا. إذا هذاك اللي يدعي للشر كذا باش يدعيك بالتي هي أحسن، يدعوك بالتي هي أحسن. قراوا بزاف النفسية نتاع الناس، هذو اللي يدعيوا للباطل عندهم مؤسسات تفننت، عندهم العلوم. انا كنت اقرا في الايكونومي، كنت عارف انتم السي جمال يعرف لورغانيزاسيون تنظيم، يعني علوم كلها ان شاء الله تبارك وتعالى كلها تختص بحسن عرض سلعتك، فالعالم سوق، واحسن عرض سلعتك. السلعه يمكن تكون فكره، يمكن تكون كذا، وخلي نعم سيدي كما قال شامبيتر راهي عارف السلاقر كيقول في السوق، كيقول لا بون موني شاص لا موفيز موني، يعني انه
العمله الجيده تطرد العمله الرديئه، الا عندك شي حاجه وشي فكره مليشان مزيانه راه غادي تطرد، ايوا غير خصك تحسن عرضها. الاسلام هو فكره عظيمه لكن المحامي ديالو فاشل، المحامي هما ذاتهم ما مقتنعينش، هما ذاتهم شاكين في الدين ديالهم، كاين اللي ما يقدرش يهضر على الاسلام، كاين اللي الله يحفظه يستر حشم من اللي يمشي برا باش يتكلم بالعربيه، كاين اللي عندنا كان عندنا وزير ومشى لفرنسا ودار ان شاء الله تبارك وتعالى التصريح باللغه الفرنسيه وجات ديك 24 قالت له الله يخليك انت مغربي راك عربي ترجم لنا ذاك الشيء بالعربيه، قال لهم لا انا ما عرفش العربيه وزير تاع وبغى المغاربه يقراوا. شوف 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 كي داير شوف المسائل كي مزويتها. اذا هذا اللي يدعي كي يدعي، يدعي بالتي هي احسن باه بهذه المؤسسات المختصه اللي كتدرس النفسيه تاع الانسان، درسوا حتى دول الخليج تاع البترول كل واحد عنده برميل شافوا اسمه السلعه اللي تمشى تما قالوا هذه الفخفخه والفخامه، هذوك السيارات اللي كيبيعوا لهم مصممين غير تما هذيك اللوطو الكبيره وغير وغير صغيور ورديهم ويقفوا على اللوطوط لانه عنده برميل غير يمشوا وما دارسين دارسين هادشي. اذا سيدي قال له دعاة على ابواج ابواب الجنة، قفل على البيبان ويدعي اللي اجابهم يدخلوا الجنة. قال له يا رسول الله صفهم لنا شكون هما؟ قول لهم نشكون لنحذرهم ولنحذر الناس منهم. قال اما انهم ابناء جلدتنا اعرب ويتكلمون بألسنتنا بلسان اعرب. ديهولنا من اجابهم اليها قذفوا فيها. قال يا رسول الله ارايت لو ادركني ذلك الزمان اللي كثروا فيه الدعاء تاع ابواب جهنم. قال الزم الزم جماعه المسلمين وامامهم. قال فان لم يكن لهم شوف شوف فان لم يكن لهم جماعه ولا امام قال اعتزل كل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك أمر الله. ربي 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 بغيتوا نوقفوا شوية عند دعاة جهنم شكون هو؟ شكون هما دعاة جهنم؟ راكم عارفين الشكل ديالهم شكون هو؟ عارف ويتكلموا بالعربية. ما تمشي تشوف لي بنيامين ألي عازر وبنيامين نتنياهو، لا هذوك باينين هذوك باينين راك عارفين. شكون هما؟ هو جارك هو اخوك هو اللي ياكل معك في الطبسي هو الفنان هو اللي كيقول لك ان شاء الله هذا راه يعلمك هذا راه يدربك هذا راه يديرك. وكاين اللي دعاة كبار 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 علماء سماهم النبي صلى الله عليه وسلم اخوف ما اخاف على امتي الائمه المضلين، اخوف ما اخاف عليكم منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن، فتجده في بيت الله الحرام يغير الكلم ويحرفه ويلوي أعناق النصوص لخدمة ما يريده المجرمون من وكلاء أعداء الله في الأمة. الله الله شحال هذو كاينين بهم بابا بابا لكل ما هذه الفتن هذه واش نعرفوا باللي هذاك اللي كان في مصر عمرو خالد من حسبه بالدعاء كنا حسبنا واش هذاك عليه اللي يقولوا له جمعه واش لو كان ما كاين غادي نعرفوا واش هذاك اللي يقولوا شيخ العسكر واش لو كان واش هذاك العمس اللي كنا كنسمعوا لهم بزاف حتى كنا نحبهم واصبحوا والعياذ بالله عندما قتل المسلمون في رابعه باموال الخليج يصفق يقول اعطلهم هي ناس نتنه ريحتها يضرب في المليان لا ترتجف اقتل المسلمين. وربي هذا علماء. وسيدي النبي كيقول من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمه ما قالش قتل قال وتراجع وتراجع لقي الله يوم القيامه وعلى جبهته مكتوب آيس من رحمه الله. هذا غير واحد. فلا يزال المسلم في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما ولا زوال السماوات والارض ولا هدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. الله 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 يا رسول الله أعوذ بالله
المغنون الفنانون والإعلام الماسوني في كل دار دار كل دار. فالمسلمين عندهم شي قناة ولا ما عندهمش شي قناة؟ المسلمين عندهم شي قناة اللي يدخلوا ولا ما عندهمش؟ ليس لهم أي قناة. كل المال الذي يمول القنوات الموجودة بالعربية شكون؟ ماسوني. ليس هناك قناة واحدة حتى اللي تسمى المعارضة هي معارضة لتدجين المعارضين ولتحريف المعركة، أي تقوم بنفس الدور لكن بالطريق، لأن الهدف هو إن شاء الله هو أن يمكن للشر ولأهل الشر. خير ما عندهمش، ولا يترك لهم، غير مسموح لهم أن يكون لهم إعلام. ما عندهمش إذاعة، ما عندهمش جريدة، كانت جريدة واحدة اللي داروها المسلمين، جريدة واحدة اللي هي واسمها إن شاء الله تبارك وتعالى، جريدة واحدة وقفوا بعد 6 سنين، هي جريدة الأمة في قطر. 6 سنين قد تكلم على المواضع الحقيقية والفكر المتأني، وجاء قرار عالمي قيل لهم يجب أن تتوقف فورا، وكان عمر عبيد حسن من تلاميذة الشيخ هو القائم عليها، وكان يحتوي على الكتاب تاع الشر كيسموه، هذاك الكتاب كيسموه كتاب الأمة الشر. الشر كان يدير أول كتاب اللي تصدر هو كتاب الغزالي ومراه القرضاوي ومراه هكذا كتب، فتم إيقافها. ومنين جا وزير الأوقاف تاع قطر في الوقت وقفها لم يعطي، ولكن القرضاوي تحدث قال هذه الجريدة لم يكن مرحبا بها في العالم، لأن المسلمين لا ينبغي أن يمتلكوا ناصية الفكرة الحرة، حتى جريدة حتى جريدة تنطق باسم آمالي وآلام الأمة. إذن فهذا هو الشر المستطير، شر مستطير. ما يسقاش عاد نزيدوا نبقاو نطولوا فهادشي، راه فين ما تمشي راه كل دار راك تسب فيها اش تسالت في هاد الدين؟ صحاب الدين انتوما كحلتوا على اخر، غادي الجامع مولي الجامع تبغى تدخل انا غير انت اللي تدخل انا شنو؟ خلي ابني تحجبي بنتك، لو كان حجبها ما غاديش تتزوج، لا عندكي جيبي الراجل مليار. جات عندي واحد المراه لا حول ولا قوة إلا بالله، الدار قالت لي زوجي يدعوني لكي أخرج لكي آتي بالرزق من الله. وما أكثر هذا. فهنالك دعاة للفواحش، دعاة للمنكرات، دعاة لتخريب العقيدة، دعاة لإفساد الذوق في الفن، دعاة لإفساد الاقتصاد، دعاة لإفساد الثقافة، دعاة لإفساد السياسة، دعاة لإفساد جميع مجالات الحياة، كل مجال سفه دعاة على أبواب جهنم. أطلت عليكم وأستسمحكم وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على حبيبنا محمد، الله يرحم الحاجب. احنا كنا تمنينا لكم درنا شي حاجة على الحاجب ندعو معه، انتم مش تدرتوا لنا هذا الغريبة هذه، راه كاين اللي ما يقدرش حتى يسمع لي غادي يخاف كاع، كاين شي اللي ما موالفش يسمع هذا الكلام يقول لك اودي الدعوة شوية صعيبة. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين.